كيف نحول المشاجرة بين الزوجين إلى لغة تفاهم؟ دليلك إلى تحويل الخلافات الزوجية إلى مفاوضات مثمرة. تأليف كارول وسيرج فيدل غراف. في هذا الكتاب كيف تبدأ المشاجرة؟ المشاجرة والعلاقة الجنسية، المشاجرة والمال، تعلم الإصغاء إلى غضب الآخر. هل أنت بحاجة إلى الوحدة؟ هل الخلاف بين الزوجين مؤشر على فشل العلاقة الزوجية؟ ألا يؤدي الغضب وتبادل الألفاظ الجارحة إلى تدمير الأسرة وتفككها؟ يرى المؤلفان أن المشاجرة الزوجية إذا ما أتقنت إدارتها صمام أمان يساعد على التنفيس عن الغضب المكبوت وتجديد العلاقة الزوجية وتخليصها من المشاعر السيئة، ويقدمان الحلول اللازمة للخروج من مأزق الصراع إلى بر السعادة والأمان. كيف نحول المشاجرة بين الزوجين إلى لغة تفاهم؟ كتاب ضروري لكل أسرة. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب كيف نحول المشاجرة بين الزوجين إلى لغة تفاهم؟ العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.